يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيء كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله.